في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون وضبط حائزي الأسلحة النارية ومكافحة جرائم الإتجار وترويج المواد المخدرة وتنفيذ الأحكام القضائية واستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التي تؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد، أسفرت جهودها خلال شهر عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية. جهود متميزة لأجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال شهر، حققت خلالها الأجهزة الأمنية نجاحات كبيرة في مكافحة شتى صور الجريمة. فمن خلال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، أسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط 3160 عنصراً إجرامياً ومصرع 6 عناصر إجرامية شديدة الخطورة بنطاق 25 مديرية أمن، والسابق اتهامهم في العديد من القضايا أبرزها سلاح وقتل ومخدرات وسرقة. وضبط معهم 1311 قطعة سلاح ناري أبرزها 3 رشاش و202 بندقية آلية و185 بندقية خرطوش و66 مسدسا و853 فرد محلي وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد المخدرة. وفي مجال استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقة بحيرة المنزلة بنطاق محافظات الدقهلية ودمياط وبورسعيد، ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية، تم ضبط 488 متهما وضبط معهم أسلحة نارية ومواد مخدرة. وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال شهر 4723 قطعة سلاح ناري بحوزة 4020 متهماً، أبرزها جيرينوف 4 رشاش، 615 بندقية و423 بندقية آلية و276 مسدساً و3404 فرد محل الصنعة، وكمية من الطلقات مختلفة الأعيرة و590 خزينة، إضافة ل 7484 قطعة سلاح أبيض. كما تم ضبط 11 ورشة لتصنيع الأسلحة النارية وبداخلها أسلحة نارية وأدوات وأجزاء التصنيع. وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة، نجحت أجهزة الوزارة خلال شهر في ضبط 35 تشكيلاً عصابياً، ضموا 105 متهماً قاموا بارتكاب 120 حادث متنوع، كما تم ضبط 462 متهماً من العناصر الإجرامية المشهور عنهم ارتكاب أعمال البلطجة، وتم كشف غموض 356 حادث ما بين خطف وقتل وسرقة بالإكراه وحريق عمد وانتحار حال صفة، وضبط مرتكبوها بإجمالي 532 متهما، كما تم إعادة 14 سيارة مبلغ بسرقتها. وترسيخا لمبدأ سيادة القانون، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الأحكام في تنفيذ 2,334,098 حكما قضائيا، من بينها 9,461 حكم جناية و707,196 حكم حبس جزئي و128,400 حكم مستأنف و1,158,613 حكم غرامة و330,428 حكم مخالفة.